شوفوا الاجزاء ديال السيارات كيفاش انها تطايرت من فهاد الطريق. إذن مشاهدي متتبعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من منطقة لا جيروند اللي كتعرف واحد الحادثة ديال السير خطيرة على إثرها. كما كتشوفوا رجال الأمن دخلوا على الخط، ثلاثة ديال السيارات اصطدموا في بينهم، أكيد واحد من هاد الأشخاص ما احترمش الإشارات المرورية، واحد فيهم غيكون ما احترمش أو جوج ما احترموش العلامات ديال الضوء الأحمر، لأن إلا احترم هذا الضوء الأحمر وهذا داس في الضوء الخطر ما غاديش يوقع الاصطدام. إذا الاصطدام وقع لعدم احترام أحد الأطراف، حنا ما غاديش نقول شكون، إنما الأمن دخل على الخط. أنتم كتشوفوا السيارة ديال المعاين كاينة بعين المكان، أكيد غادي يقوم بالتحقيق والمعاينة ومعرفة شكون السبب في هاد الحادثة، شكون محترمش الإشارة الضوئية، الشيء اللي خلاه أنه يتسبب في هاد الحادثة ديال السير اللي على إثرها تم نقل خمسة ديال الأشخاص إلى المستعجلات على متن سيارة الإسعاف أو سيارات الإسعاف التابعة لجهاز الوقاية المدني. دائما كنقولوا مزيدا من التأني، مزيدا من عدم التسرع، مزيدا من احترام قانون السير خصوصا بالليل. راه منين كيبان لك الطريق خاوية عرف بأن واحد خو كتبان له حتى هو خاوي، غادي يدوز ويقول بأن راه ماشي مشكل. إلا دزت معايا كون حتى شي واحد الليل هذا أو الساعات الأولى ديال الصباح كلشي ناعس غير بوحدي اللي غادي في الطريق، لاخوت هو كيقول غير بوحدي اللي غادي في الطريق، وكتوقع الفاجعة كيف كشفنا دابا. ثلاثة ديال السيارات مشاو، كنظن بأن جوج منهم بعد ما بقاو صالحين للاستعمال، جوج سيارات ما بقاو صالحين للاستعمال، هاد السيارة السيارة البيضاء والسيارة السوداء اللي ملي. ربما هاد السيارة رمادية ديال اللون تقدر تصايب تقدر تعاود تصلح، إنما جوج سيارات أخرين ما بقاو صالحين للاستعمال، وكذلك الأشخاص اللي نقلاتهم سيارة الإسعاف للمستعجلات المركزية نتمناو بأن الإصابات ديالهم ما تكونش خطيرة، لأن ما يمكنش هاد الحالة اللي وصلت لها وصلوا لها السيارات، الأشخاص اللي وصل منهم غادي يكونوا مصابين إصابات خفيفة، إذا أكيد غادي يكونوا إصابات خطيرة. ومن بين الضحايا ديال هاد من بين المتسببين أو من بين الطرف ديال هاد الحادثة، ما نقولوش المتسببين، أفارقة من جنوب الصحراء، وكنعرفوا بأن الأفارقة من جنوب الصحراء كيكونوا بحال اليوم السبت كيكونوا في حالة غير طبيعية. قناة شوف تيفي كتوفر على فيديو ديال واحد ثلاثة أشخاص منهم جوج ديال شبان وشابة في حالة غير طبيعية كانوا على متن إحدى السيارات اللي هي طرف في هاد الحادثة. إذن مرة أخرى مشاهدينا الكرام، مزيدا من الحذر، مزيدا من التأني، مزيدا من عدم التسرع أثناء السياقة والقيادة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.